يقول السائل يسأل عن إمام استخدم مصلى النساء وبنى بدله مركز للدعوة إلى الله وذلك بمساعدة نفقات الناس وتبرعاتهم. إنسان يعني يسأل يعني استخدم مصلى النساء وبنى بدله مركزا للدعوة إلى الله وذلك بمساعدة نفقات الناس وتبرعاتهم مع العلم أن وزارة الأوقاف منعته من بناء هذا المركز ولم تعطه ترخيصا، ومع ذلك تجاهل الإمام قرار الوزارة، والمركز هدفه إعارة الأشرطة وتصوير الأوراق، فالسؤال ما حكم تصرف هذا الإمام؟ هذا تصرف باطل، لأنه أخذ اقتطع من المسجد مصلى النساء، هذا من المسجد، هذا مسجد هو وقف، لا يجوز أنه يحول إلى شيء آخر. الأوقاف لا تغير والمساجد لا تحول إلى مكاتب، فتصرف هذا الإمام باطل، وعليه التوبة إلى الله وإعادة هذا الشيء الذي اغتصبه إلى المسجد وإلى الصلاة للنساء، وهذا أمر لا يجوز له، حتى ولو لم تمنعه الأوقاف فإنه لا يجوز له، فكيف والأوقاف منعته وهي صاحبة الشان والمسؤولة عن المساجد ومع ذلك تمرد عليها؟ هذا من جهله أو عدم مبالاته. أما وجد شيء غير المسجد، ما وجد مكان يبني فيه أو يشتريه للدعوة بزعمه أو توزيع الكتب أو الأوراق إلا المسجد، هذا لا يجوز.